بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مع أم تسنيم. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة للصابلي، لكن مش صابلي عادي، صابلي بالميرانغ. إن شاء الله واش نحتاجو في وصفة الصابلي؟ أولا عندي المارغارين لهنا 250 غرام من المارغارين لهنا، نتمنى تبقاو معايا لأني راح نعطيكم نصائح على نجاح الصابلي والأمور اللي راح تخسروا لكم، لأنه راني متأكدة خاصة في فصل الصيف بزاف بزاف اللي يخسروا لهم الصابلي. إذا نحتاجوا 250 غرام من المارغارين تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة مش سائلة، طرية فقط. عندي نصف الكوب من السكر ناعم ونصف الكوب من النشا، حبتين من البيض، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، الفانيليا لتعطير العجين، لهنا تقدروا تستعملوا أي عطر تحبوه، تقدروا ديروا مبشور الليمون أو الليمون في حد ذاته. وعندنا لهنا الفارينة باه نلموه العجينة. هذه هي كل المكونات. وللتزيين عندنا الميرانغ. الميرانغ كنت خدمته معكم في فيديو خاص، تقدروا ترجعوا للفيديو ان شاء الله، راح نخلي لكم رابط الوصفه ان شاء الله في صندوق الوصف، هكذا باه يجيكم الامر سهل. واللي عندها ميرانغ راهي متعوده تخدمه تخدم به. اذا راح نبداو بسم الله. اذا هنا راح نبداو بسم الله. درت المارغارين، ما درت معها قريصه تاع ملح، راح نحط لهنا معها بسم الله السكر الناعم اللي قلنا نصف الكوب. نحاول نخدمهم بيدي، كما تقدروا تستعملوا لهنا الخلاط الكهربائي، انتم احرار. كما كنتم تشوفوا لهنا الزبده تكون طريه. اذا هنا بعد ما خلطت المكونات راح نضيف الفانيليا، راح نضيف معها الحبتين تاع البيض، نعاود نخلط. هكذا راح نضيف النشا اللي قلنا نصف الكوب، ندخلو ومن بعد نبدا نضيف الفارينة ونضيف الملعقة تاع الخميرة الكيميائية، الملعقة الصغيرة من الخميرة الكيميائية مع الخليط. اذا هكذا نضيف الفارينة دوك، نضيف الخميرة الكيميائية اللي قلنا ملعقة صغيرة، وهكذا انا راح نحط هكذا عيني ميزاني، انا دايره شحال من العبر هكذا بزاف، مانيش حابه يطلع بزاف. هكذا ندخل هذيك الفارينة غير بشوية. اذا هاي لك هنا العجينة، انا بعد ما لميتها كم تشوفوا هنا طرية في نفس الوقت ما تلصقش في اليد. هكذا هذه عجينة الصابلي. راح نبداو ان شاء الله في تشكيل الحلوة. انا راح نجيب لها ميرانغ كونجي. اذا هنا انا راح نبدا نطرح في العجين. لهنا في القطاعة انا راح نستعمل هذه على شكل الزهرة، لانها يعني افضل شكل يجي باهي في صابلي بميرانغ، وانتم تقدروا تستعملوا اي شكل واحد اخر. راح نبدا بسم الله. انا اول حاجه لهنا صابلي راح نديرو شويه السمك تاعو شويه خشين، علاه؟ باسكو مش راح نلصق حبتين مع بعضهم، راح ندير حبه واحده هكذا، وندير الميرانغ على الوجه، ومن بعد في الفراغ هذاك اللي في الوسط راح نحط المعجون. هكذا يجي كافي، يعني ما فيش داعي ان نلصقو حبتين مع بعضهم. اذا هكذا بهذه الطريقة راح نقطع الزهار، راح نوريكم السمك كيفاه يكون، ما تكونش خشينة بزاف وما تكونش ثاني رقيقة. اذا نحاولك لهنا السمك كما راكم تشوفوا لهنا، ما يكونش كما قلت لكم خشين وما يكونش رقيقة. راح نحطهم في صينية الفرن. اذا هنا انا راني كملت
الكاطو كامل كنت درته في صينية الفرن، وكما راكم تشوفوا درت ازهار ودرت لهنا قلوب. لهنا يرجع لكم، راح نبدا نحط في الميرينغ. كما راكم تشوفوا ديجا راني حطيت حبيبات. اذا هكذا بسم الله. بهذه الطريقة هكذا، والقلوبان خدموهم بنفس الطريقة. كما راكم تشوفوا هكذا، انا راح نكمل كامل الحبات اللي عندي، نحط لهم الميرانج ان شاء الله وراح نرجع لكم باذن الله. اذا هاي الكانه الحلوه بعد ما كملتها كامل حطيت لها الميرانج. دوك انا راح ندخلها الطيب. الفرن الاحسن يكون ناقص، ماشي كيما نطيبو صابلي، على جال الميرانج باه يطيب نديروه 140 درجه هكذاك 130، المهم يكون مش سخون بزاف هكذا باه اللي يطيب لنا الميرانغ والصابلي في نفس الوقت. اذا انا راح ندخله ان شاء الله الفرن، وبعد ما يطيب ان شاء الله راح نرجع لكم. اذا هنايا هاي لك الحلوه بعد ما طابت، انا بديت لها في الديكور، مش راح تدي وقت بزاف في الطياب. انا عندي لهنا شويه من المعجون، درت له ملون احمر، تقدروا تستعملوا معجون الفراوله مباشره، ولكن انا نحب هكذا الملون خير يعطينا لون باين. هكذا نحط غير بشويه برك باه ما نقيسوش الميرانغ. هكذا بنفس الطريقه تنكمل الحبيبات اللي عندي. اذا هكذا انا مانيش راح نطول عليكم، نكمل لهم المعجون ان شاء الله ومن بعد تشوفوهم في صحن التقديم ان شاء الله. اذا هاي لك لهنا الحلوه في شكلها النهائي اللي كانت صابلي بالميرانغ. انا بعد ما كملت لها الديكور درت لها المعجون حطيتها في الكيسات. هذه هي راكم تشوفوا، يعني لما تهزوا الحبه تاع الحلوه تكون لكم حبه كامله، ما تضطروش انكم ديروا لها القاعده من تحت. انا شخصيا نخدمها بهذه الطريقه هكذا، حتى الكميه راح تجيكم كميه الله يبارك، خير من انكم تلصقوا حبتين تاع صابلي مع بعضهم وديروا لها الميرانغ، راح تجيكم كميه قليله خلاص. نتمنى ان شاء الله تجربوا طريقتي وتعجبكم. اذا انا كنت وعدتكم اني راح نعطيكم نصائح على نجاح عجينه صابلي. اذا كما قلت لكم لهنا عجينه الصابلي، بما اننا خاصه في فصل الصيف تخسر بزاف مع العديد من الاخوات. كانت وحده لوحد الاخت هضره كتبت لي في التعليقات انها عجينه الصابلي تجيها مكمشه كما نقولوا وتجي فيها تشققات بزاف. على هذيك التشققات انا شخصيا يعني صرات لي، ولولا تجربتي ما كنتش راح نحكي لكم في الموضوع لهنا. ما نحكيوش على المقادير اذا كانت مكون من المكونات خاسر، اذا كان خاسر ولا الميته كما نقولوا فابله هذه ما نحكيوش، اكيد راح تخسر لك صابلي
سواء الزبده ولا السكر ولا النشا ولا اي حاجه. البيض اذا كان قديم بزاف راح يخسر لك ثاني. يعني الوحده اذا جات تخدم الحلوه تاكد من صلاحيه الزبده، من السكر، البيض يكون جديد طازج هكذا، والفرينه ثاني تكون من نوعيه المليحه باه تخرج لها نتيجه مليحه دائما، سواء في صابلي ولا في اي حلوه تتاكد من المكونات. اذا راح نحكي لكم انا عن تجربه كانت صرات لي من قبل، من مده تاع الزبده في فصل الصيف. كنت شريت كميه من الزبده وراح نخدم الحلوه، ديسيديت كيما اليوم نروح نشري ونخدم الحلوه. شريت الزبده هذيك وحطيتها، كنت راح نخدم كيما اليوم، ولكن بدلت رايي ما كنتش راح نخدم. لما شريت الزبده وحطيتها على برا قلت هكذا باه تقعد طريه ونخدم بها، على اساس اني راح نخدم في المساء. شريت الصباح ونخدم العشوه، ولكن انا بدلت رايي مش راح نخدم، خليتها الغدوه من ذاك باش راح نخدم الكاطو، ونسيت الزبده على برا، نسيتها ما حطيتهاش في الثلاجه. والغدوه من ذاك حتى الغدوه العشوه راح نخدم. من بعد جبتها الزبده كانت على برا، بديت نخدم بها مباشره وكانت طريه بزاف بالزياده، طرات لي بزاف لان الجو كان سخون، وهي قعدت برسك يومين وهي على برا في البلاكار. دونك صدقوني جوست بديت نخدم، بديت نضيف في الفرينه في مع المقادير ديريكتومون، فصلت لي الزبده هذيك، الزيت تاعها بدا يخرج والشكل جاني خاسر نهائيا. يعني المشكله راه في الزبده، يعني صرات لي انايا كانت المكونات كامل قلت لكم قريت الحلاضات ولبس عليها، والزبده خليتها يومين وهي في البلاكار، بديت نخدم فيها صابلي صرات لي هذيك التشققات والزيت خرج لي من العجين، يعني خسرت لي الحلوه نهائيا. الحمد لله يعني كنت خدمت برك كميه قليله ما كثرتش في هذيك، يعني راح لي صابلي. وتاكدت باللي الزبده يعني نتوما لما تشريوها حطوها في الثلاجه مباشره، وليت يعني انا جوست نشريها نحطها في الثلاجه، وكيما نكون راح نبدا نخدم نجبدها نص ساعه قبل ما نزيدش، خاصه اذا كان الحال دافي نص ساعه ما تزيدوش راح تكون طريه معكم الزبده. لهنا الحاجه اللي تفسد لكم الصابلي هي الزبده، اذا كانت طريه بزاف بالزياده كيما نقولوا راح تخسر لكم الصابلي. هذه هي نصيحتي لكم في العجينة الصابلي، نتمنى ان شاء الله تاخذوها بعين الاعتبار، انه كون ما جاتش حصلت لي وصرات لي ما كنتش حكيتها معكم. نتمنى ان شاء الله نكون فيدتكم بتجربتي وبنصيحتي على عجينة الصابلي. هي المشكل تاعها هذا هو، ما كان حتى حاجه واحده اخرى، درجه الحراره باينه تاعها، اذا ما كان حتى مشكل واحد اخر. نتمنى ان شاء الله تجربوها وصفه اليوم وتعجبكم باذن الله. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في نفوسكم ودوتم اوفياء ان شاء الله، والسلام عليكم.